موهبة ما يختلفش عليها اتنين، صاحبة أداء مميز وشخصية متحررة لأبعد الحدود. فالفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات جريئة جدا، سواء في تصريحاتها وأفكارها وطبعا في إطلالاتها، حتى حياتها الشخصية ما كانش عندها مانع تشارك جمهورها فيها بأدق تفاصيلها الخاصة. تفاصيل مثيرة من حياة ندى الفنية والشخصية هتعرفها معايا في الفيديو ده. اتولدت ندى أبو فرحات سنة 1976 في بيروت، هي الصغيرة بين 5 إخوات، وعشان كده كانت المدللة بينهم. ده غير إنها كانت مختلفة تماما، عندها موهبة التقليد من صغرها، كمان حققت حلمها وتخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم الإخراج والتمثيل. من أول سنة في المعهد ظهرت ندى على الشاشة بمشاركتها في مسلسل العاصفة تهب مرتين، وتوالت بعدها أعمالها الناجحة، وكشفت موهبتها القوية في الرقص بمشاركتها في برنامج الرقص مع النجوم، واللي وصلت فيه للمرحلة النهائية. وفي سنة 2016 أعلنت ندى أبو فرحات زواجها من المخرج إلي كمال، واللي اعترفت انها عاشت معاه تجربة المساكنة 4 سنين، والغريب انها احتفلت مع العريس بزفافهم بدون معازيم، وده لسبب وضحته وقالت: كتير حلمت اني اكون وحيدة في اليوم ده مع الراجل اللي اخترته، حسيت انها لحظة مصيرية وتخصنا فقط، سافرنا واتجوزنا في قبرص ورجعنا بيروت بكل بساطة. وعن سبب اختيارها للجواز المدني رغم انتمائها وزوجها للمسيحية قالت: انا وإلي متفقين على فصل الدين عن الامور الحياتية لنرتبط ببعض دينيا طالما ان اللي بيجمعنا حب كبير، احنا قررنا نتجوز لاننا قررنا نجيب ولد، وفي لبنان مش هعرف اسجله بلا اب، ولولا السبب ده كنت هفضل عايشة مساكنة مع إلي. وفي إبريل سنة 2017 أنجبت ندى مولودها الأول. انتقادات قوية طالت النجمة اللبنانية بعد ما نشرت صورة حمامية جمعتها بزوجها من غرفة نومهم، ظهر فيها إلي مكشوف في الوقت اللي لبست فيه ندى قميص قصير جدا بدون بنطلون. كمان اعتبر نشطاء الميديا ان الصورة خروج عن العادات بشكل مبالغ فيه. جرأة ندى وجوزها ما وقفتش عند الحد ده، ده المخرج اللبناني ملقاش اي عيب او حرج في نشر لقطة خاصة جدا للفنانة وهي بترضع طفلها، ودي اللقطة اللي عملت ضجة كبيرة وعابل كتير على اللي نشرها علنا، واستغربوا من حدة جرأتها. انا جريئة بتمثيلي وادائي وكريمة في مشاعري التمثيلية، ده كان المبرر اللي دفعت بيه ندى عن نفسها قدام الهجوم القوي واللي تعرضت له بسبب مشهد حميمي جسدته في فيلمها الشهير يلا عقبالكن، وقالت: التمثيل بلا جرأة يساوي صفر، أنا أسعى لنقل الواقع اللبناني بدون مكياج، وخاصة إني ممثلة حرة ومنفتحة تماما، شعبنا بحاجة لمشاهد واقعية. كمان الهجوم اللي تعرضت له ندى وقتها ما حرمهاش من الدخول في المنطقة المحظورة دي، خاصة في المنطقة العربية، ورجعت قدمت مشهد من نفس النوعية جسدت فيه قبلة حميمية مع النجم السوري سامر المصري، وبسبب المشهد ده تصدرت ندى مواقع التواصل الاجتماعي بحملات انتقادات واسعة، والغريب انها ما لقتش مبرر لانتقادها، فقالت: العالم العربي للأسف بيخافوا من الحب، وأراهن ان 90% من اللي علقوا على القبلة حبوها. حب ندى للفن والتمثيل غير مشروط، مستعدة تضحي بأي حاجة علشان تخدم الدور اللي بتقدمه، وده اللي حصل في شخصية نهاد نون اللي جسدتها في مسرحية مجنون يحيى، وعلشانها قررت تضحي بتاج أنوثتها، حلقت شعرها على الزيرو بدون ما تطلب منها مخرجة المسرحية لينا خوري ده، وعن إحساسها وهي بتحلقه وقالت: حسيت بفخر كبير، تمثيل يستحق أكتر من كده، مهنتي بتخرج من صميم قلبي، وأنوثة المرأة بالنسبة لي مش في شعرها ولكن في إحساسها وطريقة تفكيرها.